صباح الخير يا عامر. صباح الخير اختي ندى، صباح الخير للسادة المشاهدين. طبعا في ظل النمو المتسارع الذي تشهده سوق اللوحات والوسائل والتصاميم الإعلانية، أقيم هنا في مركز دبي التجاري العالمي معرض الشرق الأوسط للتصاميم واللوحات الإعلانية. هذا المعرض الذي تم افتتاحه في السابع من هذا الشهر، وقد افتتحته سعادة منى المري مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي. طبعا للحصول على معلومات أكثر من أحد العارضين في هذا المعرض، معنا الأستاذ بلال الحطاب مدير عام شركة ديجي ماك. صباح الخير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم في معرض الدعاية والإعلان. معرضنا بدبي هو يعتبر هذا الدورة 13 للمعرض، باعتبار أن الإمارات هي تعتبر مركز الأعمال والبزنس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودبي صارت رائدة في مجال المعارض. هاي المعرض نحن مشارك فيه، ديجي ماتريكس بتشارك فيه للسنة الخامسة على التوالي كرائد رسمي للمعرض. يعتبر سوق الإعلان والتكنولوجيا تبع الإعلان من التكنولوجيا المتسارعة جدا، باعتبار طلب الكونسيومرز والمستهلكين على دائما الإعلانات عن منتجاتهم بطريقة جذابة للمستهلك. نعم سيدي، أنتم كجهة عارضة شو أضاف لكم المعرض؟ المعرض هو بيقدمنا فرونت ديسك عمليا أو استقبال لكل جميع المهتمين بمجال البزنس في مجال أفريقيا ومجال الشرق الأوسط. بيقدمنا الفرصة لعرض أحدث منتجاتنا أو المنتجات الموجودة عندنا بالشركة، طبعا بيزيد برصيد الشركة بالسوق أكثر. فالحمد لله يعتبر المعرض ناجح بالنسبة لنا. نعم سيدي، تخبرنا عن أحدث التكنولوجيا في هذا المعرض أو شركتكم بشكل خاص. السنة هاي نحن دخلنا بالمعرض بأحدث تكنولوجيا اللي هي الجرين لصديقة البيئة، وبالروبوتك تكنولوجيا اللي مثل المكنة الموجودة بجنبنا هون، هي عبارة عن مكنة من أحدث ما وصل إلى العلم أو التكنولوجيا بمجال الحفر على الفوم على الخشب على الحجر على البازلت. بفضل الله كمان أخذت ريسبونس جدا عالي أو استقبال جدا حلو من المستهلكين. أستاذ بلال الحطاب شاكرين تواجدك ويانا اليوم. حياكم الله وشكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. تسلموا، حياك الله. نعم أحب أن أذكر أن هذا المعرض تفتتح أبوابه حتى من الساعة 11:00، يستمر حتى 7:00 مساء. دمتم بخير، هذا كل ما لدينا هنا من معرض الشرق الأوسط للوسائل واللوحات الإعلانية.